السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند آية 151، آية 151 سورة الأنعام، صفحة 148. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بعد شوط مناقشة أهل الباطل في مسألة التحريم والختام اللي احنا قلناه اللي رد آخر الصورة على أول الصورة والإشهاد، إن الإشهاد على العقيدة إن لا تشهد، الأمر اللي جيل النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهدوا فلا تشهد معهم لو شهدوا أن مع الله آلهة أخرى. التحذير من الوجود في مكان إنك تشهد، سواء إنك تبقى موجود أو إنك تشهد شهادة رضا أو إنك تقبل وجود آلهة مع الله عز وجل أخرى، ده في أول سورة. وختمت إنك ترفض ولو حكم واحد يحرف من أحكام الله عز وجل، زي ما قلنا بدأت السورة بالعقيدة وختمت بحكم واحد من أحكام الشريعة عشان تدي صورة متكاملة عن الدين. اللي هيجي لنا بعد كده ختام السورة في الآخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التصور الكامل عن الدين اللي بيتكون من عقيدة ومن شريعة، والفصل ده إن ده فصل من أهل الباطل بين العقيدة والشريعة. والاندماج العجيب اللي جه في سورة الأنعام، زي ما قلنا بدأت بالعقيدة وختمت بالشريعة، والأمر في الشريعة في سورة الأنعام جه في حكم واحد بس، إن هم أرادوا أن يحلوا ما حرم الله عز وجل من الميتة، وأرادوا أن يحرموا ما أحل الله عز وجل، وقالوا على بعض الأنعام والزروع: هذه إيه؟ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. اعتقد إن هم اللي يوزعوا الأرزاق ويوزعوا الحرث والأنعام كيفما يشاءوا. بعد ما رد عليهم القرآن في سياق مبهر ومعجز، وصلوا في الآخر للحجة الواهية اللي بيصل عندها أي إنسان بيغلب، إنه يحتج بالقدر، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، ورد عليهم القرآن. في الآخر القرآن بيقول لهم: تعالوا بقى أقول لكم إيه هو الحرام وإيه هو الحلال. سيبك من اللي معاك ده، واللي معاك ده كلام فارغ ولن ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة، ومش لازم تجرب المناهج الباطلة عشان تتأكد ان هم على باطل. تعالوا، قل تعالوا أتلوا، مش من عندي، قل تعالوا أتلوا إيه؟ ما حرم ربكم عليكم. تعالوا قيل في معنى تعالى في اللغة أي اصعد إلى أعلى، قالوا ده أصل معناه في اللغة تعالى يعني إلى أعلى، إنك أنت بتتكلم من علو وبتكلمهم إيه اللي يرضي الله عز وجل. فبتقول لهم تعالوا أتلوا، أنا وظيفتي إن أنا أتلوا عليكم ما حرم الله عز وجل. رسولا، من وظائف الرسول جت في أكتر من موضع من القرآن، إن الرسول من وظائفه إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى من أهم وظائف الدعاء إلى الله عز وجل تلاوة القرآن على الناس مع توضيح هذه المعاني، فيتزكى الناس فيعلمونهم الشرائع. يبقى الترتيب كده: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آيات القرآن، ولو في فجوة بين الناس وبين آيات القرآن نزيل هذه الفجوة، نحن نشرح للناس آيات القرآن، فبالتالي الناس تتزكى ونفوسها تطهر بمعاني القرآن، ثم بعد ذلك نعلمهم الشرائع المطلوبة منهم، نعلمهم الكتابة ويعلمهم الكتاب والحكم. فهنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ده مش من عندي، ده من عند الرب سبحانه وتعالى، وده من ربوبيته إنه يحرم عليكم أشياء، ده في مصلحتكم. هذه الأشياء لقت اعتناء كبير من المفسرين وخاصة من السلف. هذه الوصايا اللي جت متتالية ورا بعضها في ثلاث آيات، وكل آية ختمت بقول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم الأولانية تعقلون، التانية تذكرون، التالتة تتقون، ذلكم وصاكم به. عشان كده سموها الوصايا العشر، خمسة واربعة واحدة في ترتيب كده الآيات بيسموها الوصايا العشر. هذه الوصايا لاقت اهتمام كبير جدا من المفسرين، وخاصة اللي عايز يتكلم في العلوم الاجتماعية اللي بتربط الإنسان وبعضها، أو سنن قيام الدول وانهيارها، ركز على الوصايا دي، وتكررت قريبا منها في سورة الإسراء. وكتير من السلف اتكلم على الآيات دي وقال سماها الآيات المحكمات. ويعني ايه المحكمات؟ يعني ايه؟ قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الأشياء، تحريم الشرك، بر الوالدين،
عدم القتل النفس سواء الولد او النفس التي حرم الله، تحريم الفواحش، الوفاء بالكيل والميزان، العدل في القول اذا قلتم فاعدلوا، هذه الوصايا، عدم اتباع البدع والشهوات والاهواء، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبعد كل واحدة ذلك وصاكم به. هذه الوصايا قبل أن نتناولها بالتفصيل لها أهمية هامة، زي بقولنا ابن عباس وغيره من السلف قال هذه المحكمات، وكان بعض الصحابة بعض التابعين زي الإمام علقمة تلميذ ابن مسعود، كان تلامذة ابن مسعود دائما يتحرجوا من القول في التفسير، فلما كان حد يطلب منهم أن يشرح له القرآن يقول له بص أنا أشرح لك الحاجات اللي ما فيش فيها أي خلاف، أشرح لك المحكمات ويشرح له الآيات دي، يقول له قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، لما كان علقمة يطلب منه أنه يتكلم في القرآن كان يشرح الآيات دي، يعني هي محكمات لا تتغير. إيه الأهمية بتاعت ديت؟ أهمية دي من معاني المحكمات أي أنها لا تتغير في أي دين ولا في أي وضع ولا في أي زمان ولا في أي مكان. في أحكام قد تتغير بحسب الأحوال، لكن هذه الأحكام هي المحكمات التي لا يصح أن يسمى أي دين دينا إلا بهذه الأشياء، فهذه الأشياء قطعا في التوراة وقطعا أمر بها من قبلا. لذلك كثير من اللي أسلم من مسلمة أهل الكتاب قالوا هذه الآيات كانت إما بنصها أو بمعناها كانت في التوراة، وبعضهم قال هذه أصلا من دين إبراهيم بدليل قول الله عز وجل، زي ما هيجي لنا في الخلاف ما بين المفسرين قول الله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، قالوا ثم آتينا موسى الكتاب يعني هذه الآيات كانت مع دين إبراهيم وبعد كده تنقلها ووصلت إلى سيدنا موسى وبعد كده أيضا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أهمية هذه الأشياء أنها محكمات لا تتغير في أي دين، أي دين يخلو من هذه القواعد بيفقد علاقته بالله سبحانه وتعالى، بيفقد عمود من أعمدة القيام الدولة وقيام الحضارة. لذلك نجد العجيب أن الوصايا العشر اللي جت مرتبة بهذا الترتيب في الأنعام أو جت مفرقة بعض التفريق في سورة الإسراء، هاتان السورتان مكية ولا مدنية؟ مكيتان ولا مدنيتان؟ مكية، يعني في الاستضعاف ولا في التمكين؟ في الاستضعاف. فهذه الأشياء تطبق في أي وقت حتى لو في زمن الاستضعاف، وان الحرص والاتقان في تطبيق هذه الاشياء هو الذي يؤدي الى بدايه تكوين المجتمع، ده اللي بيؤدي الى بدايه التمكين. فالتمكين الحقيقي انك تطبق هذه الاوامر تطبيقا محسنا فيه عشان ربنا يمن عليك ويجهز لك المجتمع ان يتلقى الشريعه. هو ايه التمكين يا جماعه غير مجتمع انت بتطبق فيه الشريعه؟ هو ده التمكين. هو التمكين ببساطه انك انت عندك القدره ان المجتمع عنده القدرة انه يتلقى تطبيق الاحكام الشرعية وانت ممكن في تطبيق الشريعة، مش ممكن من رؤوس الناس، انت ممكن من قلوب الناس. يبقى التمكين حقيقة وجود مجتمع انت قادر فيه انك تطبق احكام الشريعة، وان لو في نفاق انت قادر انك تمنع هذا النفاق وتمنع الكفر وتنشر الدين، هو ده التمكين في الارض. اذا هذه الاشياء هذه الاوامر والعجيب والمهم اللي بيخفى على كثير من الناس ان هي بدات بالتوحيد، بدات بمنع الاشراك. قبل ما نتكلم في معاني العدل ومعاني الاحسان ومعاني بر الوالدين، بالرغم ان هي اعمده مهمه من قيم اي مجتمع، لكن لازم نقول ان كل ده لا يفيد اي شيء بدون ايه؟ بدون التوحيد. لازم الاول يقوم المجتمع على توحيد الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دعا الى هذه الاشياء فقط بدون التوحيد كان ممكن يقبل وما كانش يعارض، يعني كان ممكن يشيل اول واحده بس الا تشركوا بشيئا ويقول وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله واوفوا الكيل والميزان واذا قلتم فاعدلوا، ويقول الادي كان ممكن يقبل منه هذا الكلام. لكن لما قال لهم لا، كل ده في اطار التوحيد وان دي طاعه تحاسبون عليها ثم تبعثون لتحاسبوا عليها، رفض. قالوا لا، لان احنا عندنا إلهة اخرى وعندنا مصالح تانية، رفض. فما بدأش بالبداية كمصلح اجتماعي فقط، بدأ الاول ان هو جاء بدين من عند الله عز وجل. الاوامر دي ما قال لهمش، وده واقع، ده واقع الكلام انا اقول ده، ان اي مجتمع هيطبق الحاجات دي هينهض. اي مجتمع كان منهار حضاريا هيحافظ على الحاجات دي قطعا هينهض. كان ممكن يقول لهم كده، انا جيت لكم بخير عظيم، المجتمع المتهلهل العربي اللي احنا فيه في حضارات فارس والروم، هي دعونا نلحق بالركب ونسبق فارس والروم، كان ممكن يبدأ كده. لكن قال لهم الأول لا إله إلا الله، مش هتخلى عن البداية دي، مش هتخلى عن بداية التوحيد، لا إله إلا الله. فقال لهم
هذه الأشياء ليست من عندي، قل تعالوا أتلوا إيه ما حرم ربكم عليه. طيب يبقى قلنا دي من المحكمات. النقطة الثانية ودي فرع على كلمة من المحكمات، إن ما ينفعش العاملين لدين الله عز وجل يساوموا أو يساوموا على هذه الأشياء. بمعنى الإحسان والعدل والوقوف بجانب المظلوم وعدم الاقتراب من مال اليتيم والورع في التعامل بالأموال والدقة في التعامل في الأموال، هذه الأشياء أخلاق ثابتة مش أخلاق نسبية متغيرة. بمعنى لو العاملين لدين الله عز وجل حصل نظام سياسي بيضطرهم أنهم يتخلوا عن بعض هذه الأشياء، أو حصل نظام اجتماعي أو نظام اقتصادي وطالب العاملين لدين الله أنه يلتحق بهذا النظام عشان يغير ويأتي بالتمكين، ولكن بشرط أنه يتخلى عن إما عن التوحيد أو عن ان ممكن عادي مش مشكله ان احنا ناكل مال اليتيم، او مش لازم كل الكلام نقوله يبقى عدل، واذا قلتم فعدلوا ممكن تكذب مفيش مشكله. اي نظام هينخرط فيه العاملين دين العجل ويتخلوا عن اصل من هذه الاصول لن يحدث تمكين. هذه الاصول اصول ثابته، المساومه عليها تؤدي الى الرجوع عليك بالانهيار، هتعود عليك بالبطلان. دي اصول ثابته، اللي هيطبقها كويس وهو في الاستضعاف هو اللي هيمكن. وده احد معاني قول الله عجل ثم اتينا موسى بعدها ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، اي احسن في تطبيق هذه الاشياء. لما كان محسن في تطبيق هذه الاشياء من الله عز وجل عليه بالتمكين، ونقول احدى معاني الكتاب في تفسير الايه اللي جاي. اذن في معاني ما ينفعش تساوم عليها ولا تساوم عليها ولا تتخلى عنها، دي معاني ثابته، معاني في الفطرة، الفطرة الإنسانية تعظم وتقدس اللي بيطبق هذه الأشياء حتى لو عرضته حتى لو خلفته، والفطرة الإنسانية تحقر كل من يخالف هذه الأشياء. هي بداخلها إن اللي ظالم، اللي ما بيعدلش في القول، اللي ما بيقفش جنب المظلوم، وإن اللي بيأكل مال اليتيم، بداخل أي إنسان احتقار من يتخلى عن هذه الأشياء. فأي منظومة هتدخل فيها تتخلى عن هذه الأشياء أنت تخسر الناس قطعا، وأولا تخسر معية الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أي نظام سياسي عالمي يوضع في تخلي عن هذه الأصول لابد أن يرفض، ولو طائفة دخلت فيه من باب على نزول على قول البعض العلماء رأوا من باب المصالح والفساد أنهم يخشوا في هذا النظام، لابد أن تظل طائفة لا تتلبس بهذا النظام تبين عوار هذا النظام وتقول زي الديمقراطية. يعني إذا تلبس ببعض الناس، لأن الديمقراطية ما بترعيش كل هذه الأشياء، ما بترعيش العدل الكامل، لأن العدل غير المساواة. العدل في توزيع الميراث غير المساواة في توزيع الميراث. العدل هو ما أمر الله عز وجل به أن يعطى، ده العدل. فالمساواة التامة في كل شيء ليست عدلا، لأنك بتساوي بين المختلفين أصلا فهي ليست عدل. المساواة في توزيع الحقوق، أنت إن كل حد ياخد أي حاجة في المجتمع ده سفه. ربنا قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم. ازاي ان في ممكن ثله من الناس لا تفقه شيء هي ممكن تتحكم في مصير، وده معاني الديمقراطيه ان هي باصواتها تتحكم في مصير دوله وهي لا تفقه شيء في اي شيء. طب ازاي ده سفه؟ اذا كان ربنا قال لا تؤتوا السفهاء اموالكم يبقى بالتالي ولا تؤتوا السفهاء اصواتكم، يعني ما هي يبقى اذا من السفاهه اعطاء الحق لمن لا يستحقه، دي سفاهه. ربنا قال لا تؤتوا السفهاء اموالكم، ده معنى الايه اصلا، ولا تؤتوا السفهاء اموالهم في أحد الأقوال التي جعل الله لكم قياما، إن ممكن ده يبقى ماله بس هو سفيه ما ياخدوش، ولكن سماه الله أموالكم لأن المال إن المفروض كلنا نحافظ عليه. ده أحد معنى هذه الآية في سورة النساء. الشاهد هذه الأعمدة اللي بتقوم عليها أي مجتمع، لذلك سورة الأنعام وسورة الإسراء من البشريات إن جاي تمكين، بدايات هذه التشريعات إن هي تنزل وإن إحنا نحافظ عليها، إذن ربنا هيمكن لنا في مجتمع يطبق فيه الشريعة كاملة. يبقى دي الأصول اللي تهيئ المجتمع لتطبيق الشريعة التفصيلية. يا جماعة المشكلة إن أحيانا المجتمع بيحتاج تمهيد نفسي وتمهيد عقلي عشان يبقى الأول مجتمع سوي وبعدين يتلقى الشريعة، إنما مجتمع متربي على عقلية الكيد إنهم يكيدوا في بعض، مجتمع بتربي على عقلية أهلاوي وزملكاوي، ما ينفعش إن أنا يبقى أهلاوي على طول الخط خسر كسب يبقى زملكاوي، اتربى على هذه النفسية. هو محتاج الأول تمهيد لأخلاق معينة تتربى فيه وطول مكث تأصيل هذه الأخلاق ثم تطرح عليه الشريعة فيتقبل، وده من الشريعة أيضا. لكن قصدي أن تطرح عليه أصول الإحسان العدل بر الوالدين. ذلك أيضا من أهمية هذه الأوامر
دي من الأوامر اللي نتحرك بيها في المجتمع المكي المستضعف. لذلك لو هنقيس أي مجتمع إن هو شبيه بالمجتمع المكي في المستضعف، إيه الأوامر اللي نكلم فيها الناس؟ مش بس الوعظ، لا، نكلم الناس في بر الوالدين، نكلم الناس في الإحسان، نكلم الناس في العدل، في الميزان، في الكيل، الوفاء بالكيل والميزان. لازم هذه المعاني دي المعاني اللي تتنشر في الواقع المكي اللي ربنا دايما أصر، القرآن أصر عليها، الحض على طعام المسكين، العدل. دي أوامر. يبقى لما نيجي نشوف واقع مفيش في شريعة، واقع مستضعف، وعايزين نستفيد من الآيات دي، يبقى نتكلم مع الناس في هذه الأشياء. كتير من ممكن الناس ما ياخدش باله موضوع بر الوالدين، ممكن يتكلم عنه يقولك احنا في واقع مستضعف وعايزين تمكين، خلينا نتكلم في هم الدين والوعظ فقط. لا، انت لازم تؤصل هذه الأخلاق. هرقل من الأسئلة اللي سألها عشان يعرف، سألها لأبي سفيان عشان يعرف المبعوث ده نبي ولا لا صلى الله عليه وسلم، سألوا عن أخلاق، سألوا عن معاملات، سألوا عن أشياء تابهة، سألوا عن الجهاد، سألوا عن الحرب، سألوا عن أشياء منها الأخلاق. قال هل يغدر؟ لما قال له لا، قال له ده نبي. إذا من الأشياء اللي تمكن لك في قلوب الناس تطبيق هذه الأخلاق، إن يبقى إنسان عامل لدين الله أو عايز ينصر دين الله جل، ولا يتعامل بهذه الأخلاق من بر والدين وإحسان في المعاملة والعدل، وإنه يقول بالحق حتى لو على قريبه، لو ما أمشي بهذه الأشياء لن يحدث له تمكين، يبقى تمكين وهمي. إذن الشاهد، القضايا ديت، الوصايا العشر، استحوذت زي ما أقول، كما أقول، على كثير من عقول المفسرين، بل اللي كتبوا في مقاصد الشريعة توقفوا كثيرا، زي الإمام ابن عاشور توقف كثيرا عن هذه الآيات وحاول يحصر المقاصد اللي حصلتها هذه الآيات، لأن يقول دي بتتكلم عن أصول الدين اللي بيتفرع منه كل الأحكام بعد كده. قالوا جاءت لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ النسل ولحفظ العقل ولحفظ المال هذه الأوامر، وإزاي التوزيعة ديت، وإزاي إن الآيات الخمس، الوصايا الخمس الأول بتنظم شيء معين في المجتمع، والوصايا الأربع الأخر تنظم شيء في المجتمع، والوصايا الأخيرة الخاتمة بتعمل سياج للمجتمع يحفظه. يبقى إذن هذه الآيات عايزة دروس، يعني بقول كتبت فيها كتب تفصل وتؤصل في هذه الوصايا العشر التي لن يقوم ولن تكون أي قوم المجتمع بدون تطبيق هذه الوصايا. فجاء الختام بها في سورة الأنعام بعد البداية بالعقيدة والختم بالشريعة، أصول الشريعة هي اللي عايزين تطبقوها، عشان لما تيجي في الآخر تقول إن صلاتي ونسكي جزء التعبدي ومحياي وماتي الجزء الحياتي كل ده لله رب العالمين. فكذلك هذه الوصايا كما أنها اشتملت على التوحيد وعلى العقيدة، اشتملت على التشريع والمعاملات، ما فصلتش بين الاثنين، حطت العقيدة جنب الشريعة، حطت اعتقادك في دين الله عز وجل جنب معاملاتك للناس. طيب نبدأ مع التفصيل هذه الأشياء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، رقم واحد، وبدأ به ألا تشركوا به شيئا. هنجد أن الوصايا الخمس الأول كلها جت بالنهي، ألا تشركوا، لا تقتلوا، لا تقربوا، لا تقتلوا النفس، ما عدا واحدة اللي هي إيه، اللي هي بالوالدين إحسان. هنقول هنا ليه ما جاتش بصيغه، ليه ما قالش ولا تعقوا الوالدين، عشان تبقى ماشية كلها بنفس السياق كلها هنا. الأول ألا تشركوا به شيء، زي ما قلنا اللي يبدأ برقم اثنين على طول قبل الدعوة إلى التوحيد هو بيخسر. اللي بيبدأ يكلم الناس عن إصلاح الدنيا قبل إصلاح الدين، مش ده اللي ربنا يرتضيه، مش ده الخطاب القرآني السليم، ده بيبتعد عن الوجهة الأساسية. اللي بيعتقد أنه هيقفز عن كلام عن التوحيد عشان يقرب للناس لغاية بس لما يكسب الناس وبعد كده يرجع يكلم عن التوحيد، هو واهم. وكلمنا عن الموضوع ده في خلال سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، رقم واحد، ألا تشركوا به شيء، بمعنى ان التشريعات اللي انتوا شرعتوها اللي فاتت دي خلاص، دي ترموها في الزباله، ملهاش اي قيمه، انما اللي انت تتلقاه وتعظمه كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلا تشرك به شيئا في التشريع، وخاصه في الاطعمه زي السياق اللي فات. وبالوالدين احسان، قالوا ان كان متوقع السياق ان يجي زيه زي بقيه الاوامر، ولا تعقوا الوالدين، ولا تقربوا، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس. ليه هنا ربنا ما قالش ولا تعقوا الوالدين؟ لأن الأمر في الوالدين أكبر من أنه بس مجرد النهي عن العقوق. فالوالدين لهم معاملة خاصة، يعني لو كان ربنا قال ولا تعقوا الوالدين، يبقى أنت كان كل المطلوب منك أنك تعمل إيه؟ أنك ما تضايقهمش. فأنت لو ما ضايقتهمش وما أحسنتش إليهم، أنت كده طبقت الأمر. لا، مش ده المطلوب.
المطلوب انك تحسن اليهم وبالوالدين احسان. قالوا معنى الايه واحسنوا بالوالدين احسانا، اي اتقن في الاحسان. احسان هنا يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف، اي احسانا مطلقا الى ما لا نهايه، احسان مطلق خالي من اي العوارض الا العوارض اللي جت في القران، وان جاهداك على ان تشرك به شيئا. يبقى احسان مطلق. لذلك هنا من دقه السياق القراني ان ربنا ما قالش ولا تعوق الوالدين، قال ايه وبالوالدين احسانا. عشان لو كان بس جه النهي عن العقوق كان ممكن تقول ايه، طب انا ما اذيتهمش، مش ده المطلوب. انت لو ما اذيتهمش وما احسنتش اليهم انت ايضا ايه مقصر. دايما ربط بالوالدين احسانا مع التوحيد. الفطره الانسانيه ثابته، الفطره اللي تقدر النعمه للاشخاص هي تقدرها لله، والفطره اللي تقدر نعمه الله تقدر الفطره دي تقدر النعمه للناس. اللي فطرته انتكست مع ابوه وامه اكيد هتنتكس مع ربنا. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. اللي ما بيشكرش الناس كانه ما بيشكرش ربنا، لان ربنا اللي بعت له النعمه، وبرضه مش هيشكر ربنا لانه هو في فطرته خلاص اصبح جاحد للنعم، فمنكر الفضل بتاع الوالدين عليه. هذا الشخص فطرته منتكسة، ما يصلحش يقوم عليه مجتمع أبدا، ولا تطمن له مهما كان ذكي ومهما كان عبقري، ولا تطمن له، ده ممكن يخرب أي مجتمع. العنصر ده عنصر جاحد النعم، ده ما تطمنلوش أبدا. اللي ينكر نعم الله عز وجل عليه في الأول في الإشراك، ثم ينكر نعم الوالدين عليه، ده لا يطمئن أبدا. وبالوالدين إحسانا. وبعدين السياق بقى مع الوالدين ومع الأبناء، مع الوالدين تحسن إليهم، ومع الأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نجد هنا تركيز على الأسرة، وإن ده الدول المسلمة فقط هي الآن الدول الوحيدة اللي بتحافظ على الأسرة. دول الغرب والشرق الآن الأسرة عندها مهلهلة، وتجد فيه حملات لأهمية الأسرة ورجع مفيش أسرة أصلا. أنت ممكن تشوف واحد بيتجوز واحدة وعندهم طفلين، هما لسه في يوم الجواز، هما إيه خلاص الزنا قبل ذلك، معهم عائلين فقالوا اه خلاص احنا ممكن نتجوز كده، احنا اكتشفنا ان احنا كده ممكن نتزوج، وده وارد عندهم، ده هناك طبيعي. فاصبحت الاسره مهلهله، الابن ليه سنه معين وبيسيب البيت، مفيش علاقه، يعني علاقه مهلهله تماما. احد الاخوه كان في سفر في دوله اوروبيه بيحكي لي، كان في مطعم فهو واخوه والده وقاعدين مع مجموعه من الاوروبيين الاجانب، قاعدين معاهم في نقاشات كده في ايه عمل دنيوي. فبعد ما الاجتماع خلص قام احد اخو صديقي اللي بيحكي لي قام يحاسب للايه لاخوه ولوالده، فقام واحد معاه من الاوروبيين بيقول له ايه ده انت بتعمل ايه، انت بتحاسب لوالدك ليه، انت ازاي مش كل واحد عندكم المفروض يحاسب لنفسه؟ قال له ده والدي. قال له ايه يعني، يعني هو مستغرب يعني ازاي، هو المفروض ان في فصل عند خلاص، هو بعد انت عديت سن معين خلاص هو ملوش سلطه عليك، هو ممنوع ان يقول لك كذا. الاسره مهلهله مفككه تماما، وده عمود اي مجتمع. ومن المعاني اللي قيلت في سوره الطلاق ان هي بدا الجزء الاول في الطلاق والجزء الثاني وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، قالوا النص الاول من السوره وقوع وهلاك الاسر، النص الثاني من السوره وقوع وهلاك الامم. والأسرة لما تسقط وتتهلهل لازم الأمة دي مش هتستمر، حتى لو استمرت فترة طويلة نتيجة عوامل أخرى لازم المجتمع ده هينهار. فبداية المجتمع المسلم بيبدأ من الحفاظ على الأسرة، يعني بقى فيه تداخل وترابط أسري قوي جدا. فبالنسبة للوالدين وبالوالدين إحسانا. وبالنسبة للأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تقتلوا أولادكم من إملاق، قالوا الملق الحجارة الملساء، فكلمة من إملاق يعني بتعبيرنا كده على البلاطة، يعني بتعبير العرب على الحجارة، يعني ما عادش عنده قاعد على الايه، مش قاعد على الحصير، لا قاعد ما عادش فيه حصير، قاعد على الحجارة الملساء، يعني بقى ما عادش حاجة يفرشها عشان يقعد على الحجارة. فكلمة من إملاق يعني انت حتى لو وصلت الى هذه الحالة من الفقر لا تقتلوا اولادكم. قالوا لم يبقى له الا الملقات، زي ما الامام الشوكاني بيقول، يعني الملقات اللي هي الحجارة الملساء اللي هو بتعبيرنا، زي ما دكتور حسن جابر كان بيتكلم في كتابه اللي بيشرح فيه الفاظ القران، قال حتى بتعبيرنا المعاصر كده دي بتساوي عند العرب على البلاطه. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، من املاق يعني انت في اللحظه دي فقير وربنا رزقك ولد، خلاص الامر بقى رزقت الولد، لا تقتله، ما تروحش تقعد البنت، لا تقتله. ليه؟ اللي رزقك
هيرزقه. بدأت هنا نحن نرزقكم غير بتاعة الإسراء، نحن نرزقهم، لأن هناك هو لسه مش فقير في سورة الإسراء، ولا تقتل أولادكم إيه، خايف لسه يبقى فقير، فربنا قال له أنت خايف إنه هو يبقى سبب الفقر، طب أنا هرزقه وإياك، نحن نرزقهم وإياكم. هنا هو بيقتله لأنه هو أصلا فقير، مش خايف من الفقر، هو أصلا، فالآية دي أشد، هو أصلا فقير، فربنا يقول له نحن نرزقكم زي ما رزقتك من قبل، أنا أرزقه، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نجد ان دي الاصول العامة للمجتمع، لسه ما اتكلمتش على المعاملات التفصيلية، اتكلمت عن حاجتين، عن الاصول العامة التوحيد، واتكلمت على الاسرة، اتكلمت في الاصول العامة واتكلمت على الامر تحديد على الاسرة. تيجي الآية اللي بعدها بتتكلم على نظام المعاملات، وتحديدا المعاملات المالية، المعاملات الاجتماعية، جابت معظم المعاملات الاجتماعية، وتحديدا ركزت على المعاملات المادية والمالية بين الناس وبعضها. فشوف ازاي المجتمع بيتبنى، الاول التوحيد، الامور العامة، نتكلم ان ايه، نتكلم الناس التوحيد، انك انت تحسن لمن احسن اليك الوالدين، الرزاق هو الله، لا تقتل اولادكم من املاق، البعد عن الفواحش تماما، النفس البشرية تتبرأ من الفواحش. يعني لو واحد اتهم بفاحشة حتى لو هو العياذ بالله بيسقط فيها، يقول لك لا مش انا، يعني زي يقول لك كفى بالعلم فخرا ان يدعيه كل احد، كل واحد يقول لك ده انا عندي علم، فده يبقى اكيد حاجه كويسه، وكفى يعني عكسها بقى بالفحش ذما ان الناس كلها تتبرأ منه. لما ربنا اتكلم على الفواحش قال ايه؟ قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما قالش ولا تقربوا القتل، قال بعدها ولا ايه، ولا تقتلوا النفس. في اوامر ربنا قالها ولا تقربوا، وفي نواهي، يعني قال ولا تقربوا، ونواهي جت مباشره. النواهي اللي جات بكلمة ولا تقربوا، جه الفواحش وجه مال اليتيم، يبقى الشهوة الفرج وشهوة البطن، شهوة المال، دول دايما لازم يبقى بينك وبينهم حاجز. ولا تقربوا الفواحش، سواء الزنا أو مقدمات الزنا أو حتى الكلام البذيء، كل ده لا تقترب منه، مش بس ما تعملوش، لا تقترب منه. يعني إيه لا تقترب منه؟ يعني لما يجي يحطوا مثلا حاجات عسكرية أو مفاعل نووي أو كده، فممنوع الاقتراب، فممنوع الاقتراب دي مش مجرد يافطة، ده بتلاقيها محطوطة على بعد الشيء اللي مش عايزك تقرب له، تلاقي على بعد مثلا 10 كيلو، أو في الحاجات مثلا تلاقي مثلا على الحاجات البسيطة تلاقي مثلا 100 متر أو 10 متر، على حسب ضخامة الشيء، على حسب ما بتبتعد عنه. فهنا ربنا بيقول لك خلي فيه مساحة حتى لو من المباحات، بعيدة بينك وبين هذه الفواحش، ما ظهر منها وما إيه وما بطن، في أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، في حاجات مستخبية في القلب فما تقرب لهاش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن، ابن عباس قال في تفسير الآية دي ما ظهر، إن كان الزنا موجود في جزيرة العرب على نوعين، زنا علانية، الرايات اللي بترفع على البيوت، ومعروف إن دي والعياذ بالله بيوت للزنا، وكان في الزنا السر، فكانت العرب تأنف، أصحاب المكانة يأنفوا إن هم يروحوا للزنا العلنية، لكن يقول لك مفيش مشكلة لو الزنا إيه؟ سر. وكلمنا في مسألة جات قبل كده معانا، مسألة إن عقول البشر زي القوانين الوضعية ممكن تحل الزنا سرا بشروط معينة، إنه ما يكونش في بيت الزوجية، وإن يكون بتراضي الطرفين، وما تقومش دعوة من إحدى الزوجين على أيا كان يعني. فده العقول البشرية لما توصل إنها تحط قانون تجد قمة في الضلال. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية واضحة. وهنا برضو العجيب في سياق الآيات الاستثناءات والدقائق، يعني لما ربنا قال ولا تقربوا الفواحش قال ما ظهر منها وبطن، عشان واحد ما يعتقدش ان الفواحش هي بس الزنا، لا حتى الحاجات الخفية ما تقربلهاش. لما قال لا تقتلوا النفس قال لا ممكن تقتل بعض النفوس لكن بالحق، لما قال لا تقربوا مال اليتيم جاب إلا بالتي هي أحسن، لما قال أوفوا الكيل والميزان ألا نكلف نفسا إلا وسعها، لما قالوا إذا قلتم فاعدلوا قال ولو كان ذا قربة، كل أمر من الأوامر له حاجة تفصله وتوضحه وتدققه. لذلك دايما الأوامر لما تقال أنت لازم تحط لها الضوابط بتاعتها والمعايير بتاعتها وإزاي تطبق والآليات بتاعتها والاستثناءات اللي ممكن تقولها. فلما ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قال في بعض الأنفس قد تقتل، وذكروا منها المرتد إجماعا يقتل، والزاني المحصن يقتل، ده من الحاجات إجماعا،
اللي هي ما فيش فيها خلاف وغيرها. وذكر المفسرين هنا ايه الحق اللي بيوجب ذلك. لكن في المجتمع المكي في المجتمع المستضعف تركت هكذا، يعني لسه اغلب الحاجات دي لم تشرع، فكأن ده استثناء عشان ما يجيش لما نيجي في المدينة ويجي بقى التشريع نقول فلان يقتل عشان مرتد او عشان زاني محصن، تقول ما انت قلته في مكة ما تقتلوش النفس، فاحنا نقول لا احنا قلنا في مكة ايه ولا تقتل النفس التي حرم الله ايه الا بالحق، لا انا في مكة قلت الا بالحق وهو ده الحق الذي اتى به الله عز وجل، ذلكم وصاكم به لعلكم ايه تعقلون. تكرار الاوامر باسلوب الوصية إذن هي جاءت لمن قبلنا ومستمرة إلى يوم القيامة، يعني ده بيؤكد قول روي عن العباس إنها من المحكمات التي لم تبدل في أي دين من دين إبراهيم لم تبدل، يعني في حاجات نسخت في أحكام كانت موجودة في اليهودية ونسخها الإسلام غيرها في حاجات في الأطعمة، لكن هذه من الأشياء المحكمات التي لم تتغير في أي دين، هي موافقة للفطرة الإنسانية في كل زمان وفي كل مكان، لذلك جاء بأسلوب الوصية إن دي وصية الله عز وجل من أول نوح إلى يوم القيامة لابد إن احنا نتوصى بيها ونذكر أنفسنا بيها. جه في الأولانية لعلكم تعقلون، والتانية لعلكم تذكرون، والتالتة لعلكم تتقون. في الأولانية لتعقلون، هذه الأشياء لا يقر اللي عايز يعملها، المنهيات دي اللي عايز يعملها لا يقره عاقل عليه، وإن العقل أصلا بطبيعته يرفض هذه الأشياء، يعني العاقل يرفض الفواحش، العاقل يرفض انه يقتل ابنه، العاقل يرفض انه يقتل النفس التي حرم الله، العاقل يرفض انه يعق اباه وامه، العاقل يرفض الشرك. فكأن ربنا بيقول لك ان قضية التوحيد هي قضية اصلا معنى ان الانسان يرفضها ان في عقله شيء، معنى ان الانسان يرفض التوحيد ويرفض دلائل خلق السماوات والارض انسان في عقله شيء، في عقله شيء. ذلك وصاكم به لعلكم ايه تعقلون. نيجي للأوامر أو النواهي الأربعة، دول خمسة بينظموا المجتمع العام نظام عام. طيب العلاقات بقى بين الناس وبعضها، احنا بنقول بنأكد هذه الأوامر لو حصل فيها خلل في أي مجتمع لن تقوم له قائم، وتجد حتى المجتمعات الغربية وأي حضارة بتقوم بتحرص على هذه الأشياء، حتى لو كفرت بمسألة التوحيد عارفة مسألة الشرك في السنن قيام الحضارات، وده عايز برضو جلسات، هل هو مؤثر في انهيار الحضارة ولا غير مؤثر؟ اللي اتكلموا في قيام الحضارات والدول اختلفوا، في ناس قالت لا حتى لو غاب التوحيد لكن الدولة او الامة او صاحبة الحضارة حافظت على القواعد العامة الباقية ديت، العدل والاحسان والشكر النعمة وعدم القتل ومنع الظلم، لو حافظت على دي الدولة دي مستمرة. في ناس قالت لا، مجرد وجود الشرك حتى بالحفاظ على هذه الأشياء هيؤدي إلى انهيار. وطبعا كلام القرآن يتجه إلى أن الشرك، وجود الشرك سبب لانهيار أي دولة، لأن الشرك هيخليك تكفر بهذه الأشياء وهيخليك تضبط هذه الأشياء بعقلك فتحط حاجات غلط فتقع، ولكن الشرك فقط يؤخر سقوط الدولة، في أشياء تسرع من سقوط الدولة زي الظلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع، لا قدست أمة أي أن الله عز وجل لن يحفظها ولن يقدسها ولن يرفعها، وستكون أمة مهانة أمة ذليلة. إيه المواصفات اللي في الأمة دي؟ لو الضعيف لا يأخذ حقه من القوي غير متعتع، يعني لازم يأخذ حقه وهو مش خايف، يعني كمان لو خد الضعيف خد حقه وهو خايف مش هيدي الأمة اللي يرضاها الله عز وجل. لا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعتع. يبقى إذن الحفاظ على بقية الأشياء يطول عمر الأمة زي الدول الغربية دلوقتي، هي دول كافرة. طب إزاي الحضارة بتاعتها قائمة؟ لأنها بتحافظ على بقية الأشياء، كل عمود من الأعمدة دي بيختل بيقصر عمر هذه الدولة وهذه الحضارة. يعني دلوقتي هم أخلوا بالتوحيد وأخلوا بالأسرة والفواحش لكن محافظين على منع الظلم ومنع القتل على الاقل ظاهريا، ومنع واعطاء اليتيم حقه، وبيهتموا بدقائق اعطاء الحقوق واخذ الحقوق وحتى لو كان الشريف بيحاكم فيهم، حفاظهم على ده بيؤخر سقوط الدوله. لكن لها اجل، لكل امه اجل، لها اجل هياتي، طالما في شرك لازم هتسقط، لكن وجود ده بيؤخر وجود الـ 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 العدل واعطاء الحق للضعيف يؤخر سقوط هذه الدولة. طيب احنا لو عايزين نقوم
بدولة إسلامية لابد نشر هذه المعاني أولا في المجتمع. أما تبقى تنشر المعاني دي في المجتمع الأول، يبقى بعد كده نتكلم في تفاصيل الشريعة ونتكلم في أبواب كتير من الشريعة لابد أن توصل فيها هذه الأشياء أولا. طيب بعد كده، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اختيار اليتيم ده الشخص الضعيف اللي مالوش حد يحافظ عليه ومفيش رقابة، يعني واحد يتيم طفل عمه هو اللي مسؤول عنه، صعب ان يبقى فيه رقابة وانك توجد قوانين مهما كانت في قمة الدقة تراقب عمه ازاي في الاكل ما ياخدش اكل زيادة من اليتيم. ذلك في الاوامر الاولى لما نزلت المنع التام من القرب من اليتيم، كان من شدة تحرج الصحابة كان يفصل اكل اليتيم عن اكله، فكان يفسد اكل اليتيم. ويسألونك عن اليتامى، لما فراحوا يسألونه مثلا طب نعمل ايه الاكل بتاعه يفسد، فربنا قال قل اصلاح لهم ايه خير وان تخالطوهم فاخوانكم، يعني مش مشكله حطوا اكلكم مع بعض وكلوا مع بعض، بس انت ممكن غصب عنك وانت بتاكل تاكل لقمه من بتاعه اليتيم مش من بتاعتك. فربنا بيقول ايه، والله يعلم المفسد من المصلح. مين اللي قصده من الخلطه المال انه يصلح مال اليتيم، ومين اللي قصده من الخلطه انه ياكل مال اليتيم؟ يبقى اذا في حاجات عندنا في الشريعه مهما اتحطت أنظمة إدارية الرقابة عليها لن تستطيع، دي في النفوس بين العبد وبين الله. لذلك الرقابات الإدارية وضع القوانين لضبط الأشياء دي مهم جدا في أي مجتمع، لكن الأهم منه نشر روح الوعظ والخوف من الدار الآخرة. زي مثلا مسألة اللي بيلعب بالطلاق إنه يطلق زوجته، بيعضل الزوجة يسيبها لغاية لما تقارب على انتهاء العدة وبعدين يرجعها وبعدين يطلقها وبعدين يتركها لغايه، هو قاعد بيأثر على المرأة نفسيا وبيضغط عليها عشان تفتدي نفسها منه. هو قدام الناس انا بمارس حق شرعي، انا من حق ان انا اطلقها. اللي بيعمل كده بالرغم ان هو ظاهريا ما عملش حاجه حرام ظاهريا، ربنا قال اللي بيعمل كده قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا، ده بيهزأ بدين الله عز وجل، ده عقابه اشد من اللي كان يعمل حرام ظاهريا. يبقى اذا في حاجات في الشرع هنا ربنا قال ولا تقربوا مال اليتيم، قال ايه الا بالتي هي احسن. انت ممكن تضحك على الناس وتعمل مشروع تقول ده احسن اليتيم، لكن انت احسن ليك مش لليتيم، ده هيضر اليتيم. الذي يعلم ذلك هو الله، لك ربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. يبقى في منع تام من الاقتراب من اموال الضعفاء الا انك تصلحها له، وده احد قول الله عز وجل وارزقوهم فيها، ما قالش وارزقوهم ايه منها. من بعض العلماء اللي اتكلموا في الاعجاز الاقتصادي في سورة النساء قالوا ارزقوهم فيها مش منها، منها يعني تسيب مال اليتيم زي ما هو وتديله منه فيخلص، ارزقوهم فيها اي استثمروا لهم فيها ثم اعطوهم من الربح. معايا تاني؟ وارزقوهم فيها يعني استثمروا لهم في المال ثم اعطوهم من الربح مش من الاصل المال، عشان ما يفناش مال اليتيم. الشاهد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. العلماء اختلفوا يبلغ أشده ده يعني كم سنة، بعضهم قال 20 بعضهم قال 18 بعضهم قال 25 بعضهم قال 30 وأغرب وأبعد من قال 40 و60 قياسا على لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. القرآن جاب وصفين، قال فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقال حتى يبلغ أشده، فجاب وصف الرشد والشدة. الوصف ده وصف ممكن بيختلف من شخص لشخص، ممكن واحد يصل إلى الرشد والشدة عنده رشد عقلي وشدة بدنية يعرف يتحمل فيه المال، تديله مثلا 100,000 جنيه بتوعه أو 50,000 جنيه بتوعه، لو اديتهم له مثلا ممكن شاب عنده 18 سنة لكن سفيه تديله ال100,000 يضيعهم فده ما ياخدش الفلوس. ممكن واحد عنده 16 سنة ده مش سفيه، عنده رشد عقلي وعنده شدة يتحمل انك تديله المال ده ويتصرف فيه. اذا والله اعلم واعلم الراجح ان الموضوع مش مضبوط بسن، الموضوع مضبوط بالاختبار، وده يعلمك ان ممكن بعد كده يتعمل لجان اختبار تدريب لليتيم امتى ياخد الفلوس بتاعته، مش يتحط قانون وضعي عند سن 18 سنة ياخد فلوس. طب ما اغلب اللي بيبقوا في الملاجئ بياخدوا فلوسهم يبعتروها وبعد كده يرجع بقى يشتغل بلطجي ولا يشتغل اي حاجه تاني، لانه خد الفلوس اللي موجوده ضيعها.
لكن شوف تعبير القرآن آنستم منهم رشدا وحتى يبلغ أشده. لذلك حتى بعض العلماء اقترح ان فعلا يتعمل مراكز تدريب واختبارات امتى ياخد الفلوس بتاعته. والرشد جمهور اهل العلم ان الرشد هنا مش المقصود بيه الرشد الديني، مقصود بيه الرشد العقلي. لان كان الامام الشافعي وبعض العلماء قال لا، حتى لو واحد ذكي وتاجر كويس لكن عاصي ومسرف في المعاصي برضه ده مش رشد. لكن يعني الراجح والله اعلم راي جمهور العلماء ان الرشد يكفيه هنا الرشد العقلي. يعني المسألة هنا مسألة مال، والله عز وجل يحاسبه على معصيته بينه وبين الله عز وجل. يبقى هنا قال إلا بالتي أحسن لغاية إمتى؟ حتى يبلغ أشد. وهنا بناخد قاعدة مهمة جدا 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 في الفقه، التصرف في مال الغير يكون بالأحظ له. التصرف في مال الغير دايما لما تتصرف، وخاصة إن لم يأذن ولكن أذن لك الشرع، مش هو اللي أذن لك أو هو أذن لك، زي أنت مثلا وكيل، انت وكيل لشخص، شخص اداك فلوسه وخلاك الوكيل بتاعه تشتري له حاجة، لا يجوز لك انك انت تتصرف له بالاقل، لازم تتصرف له بيسموها الفقهاء بالاحظ اي بالافضل له. يعني انا واحد اداني فلوس وقال لي روح اشتري عربية، انا ليه بتكلم في الحاجات دي؟ لان احنا عايزين نتعود ان مش لازم الدرس يبقى كله وعظي، لان عايزين نشيل الفكرة اللي اصبحت فيها نوع من العلمانة عند بعض الناس، انه اي احكام شرعية او اي معاملات اجتماعية من الشرع مش عايز يسمعها. طب انت هتعرفها منين؟ وده جه متداخل في القرآن، يعني يجيب التوحيد يجيب في الاول زي ما قلنا العقيدة، ويجيب الاطعمة تيجي في صورة مكية. طب ليه؟ عشان هذا الدين متداخل، لن يستطيع مهما حاولوا علمانة هذا الدين، هذا الدين عصي على العلمانة. بقية الاديان اللي حرفت اصبحت سهلة ان هي تتعلمن، عملوا لهم كنيسة وعملوا لهم معابد وخشوا عيطوا وبطلعوا مارسوا حياتكم، فأصبحت سهل ان هي تتعلمن. الدين الوحيد الآن اللي رافض العلمنة هو الدين الإسلامي. لذلك أصلا أنا عايز أقول لكم إن إحدى التعريفات اللي أطلقتها مراكز البحوث الأمريكية على كلمة إسلامي اللي احنا بنسمعها اليومين دول في السياسة، لك الإسلاميين، فقالوا يعني إيه إسلامي؟ قالوا الإسلامي هو رافض تنحيط الشريعة من المجتمع. ده يبقى أي حد عنده الفكرة دي، حتى لو متساهل، حتى لو متسيب، حتى لو بيغير حاجات في الشرع، ده اسلامي ولازم يحارب، ده لازم يحارب. ده مجرد بس رفض داخلي لتنحيط الشريعه عن المجتمع، اللي رافض الفكره ده يبقى اسمه اسلامي ولازم يحارب. لما نرجع تاني، ان بنقول قاعده مهمه جدا في التعامل بنغلط فيها، واحد يديك فلوس عشان تشتري له حاجه، انت هنا وكيله، من غير ما تعرفه تقوم تعمل سمسره وتشتري الحاجة، مثلا هي الحاجة عند راجل بمئة ألف، قعدت فصلت لغاية لما بقت تسعين ألف، وتقوم انت واخد العشر تلاف وتقول له أنا جبتها لك، أو تقوم انت واخد خمس تلاف وتقول له أنا جبتها لك بخمسة وتسعين ألف. لو هو اداك المال بصفتك انك وكيل عنه، المفروض يديك أجرة الوكالة، ما تعملش انت كده. تاني يعني المفروض تقول له بصراحة أنا فصلت وجبتها بتسعين ألف، أنا عايز حقي كوكيل، او تتفق معاه قبل ما تشتغل، تقول انا عايز حقي ان انا هشتغل لك، هبقى وكيل عنك، انما ما تشتغلش من وراه الا اذا كان هو عارف. هتقول لي خلاص، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف ان هو جاي لك على اساس ان انت سمسار وشغال في الموضوع دوت، وبتشتري وبتاخد نسبه وبتبقى برضا الطرفين، اللي بتشتري منه والباقي. الشاهد لا تتصرف في مال الاخرين الا بالافضل لهم. لو ما هي مسألة متداخلة، لو انت لو مش معروف عن الشخص ده انه بيجيب حاجات للناس واديها لك بصفتك انك وكيل، حرام. لذلك الخطورة دايما في العقود المالية ان هي ما بتتوصفش الاول، اللي بيعمل مشاكل وبيعمل مشاكل عند المفتين برضو، انك بتحط المفتي في حرج، ما هوش عارف ان انتوا ما وصفتوش العقد اللي بيننا ده ايه. لازم نقعد ونقول انت هتاخد الفلوس مني، العقد ده في الشريعة اسمه ايه؟ اسمه وكالة ولا اسمه سمسرة؟ لازم نوصف. غياب التوصيفات العقود بيؤدي للتداخل، فالفلوس تروح، يجي المفتي يقول له لا انت وكيل، لا ده انا واخده على انه سمسار، راجل والله انا مديله الفلوس على انه وكيل، ما انتوا ما اتفقتوش ليه؟ ذلك من الحديث المروي اللي حسنه بعض اهل العلم، ثلاثه لا يستجاب دعاؤهم ولا يستجيب الله دعاؤهم، منها رجل اعطى مالا ولم يشهد. اديت فلوس لواحد يشغلها لك وما اشهدتش عليه، سرق الفلوس، تدعي عليه دعائك عليه مش مستجاب. ليه؟ حتى لو استلف
حتى الواحد استلف. ليه؟ لان الشرع قال لك لازم تشهد، انت اللي فرضت في حقك. حتى لو اخوك، انت بقى ارتضيت المعامله دي خلاص ترضاها للاخر. يعني انت ارتضيت المعامله دي انت ترضاها للاخر. يعني ربنا قال ان في تجاره ممكن تبقى عن تراض بيننا، انت ارتضيت عن تراض خلاص كامل فيها، ما تجيش بقى بعد تقول اصل هو ضحك عليا. طب ما انت غلطان. طب ما لو في احتمال يضحك عليك انت المفروض اصلا الاصل انك تشهد. اي نعم الامر في الايه زي ما قال جمهور العلماء ان هو على الاستحباب، لكن انت غلطان انك فرضت في حق الشاهد من الحديث. بعض اهل العلم ضعفه، الشيخ مصطفى علاده ضعفه، الشيخ الالباني محسنه. ايا كان، يعني انا عايز اقول ان اللي بيفرط في حقه ضبط العقود الماليه قبل الدخول فيها مهم جدا جدا جدا. اللي بيعمل خلل عند الناس في شراء العربيات وشراء القطاع الادوات المنزليه ويقول لك لا ده عمل خد فلوس من ورايا وانه يشغل فلوس واحنا ما اتفقناش، ضبط كل ده لازم مهم جدا قبل ما نشتغل في اي معامله ماليه لازم يضبط. والنسبه والمرابحه ولا مضاربه ولا ايه، العقد ده اسمه ايه وهياخد قد ايه، ولازم كل شيء يبقى مظبوط. لان يعني كتير من الناس دلوقتي شكوه المال اللي ايه اللي بيسرق. بعدها ما تقرب الاولانيه ما تقربش من مال اليتيم. طب الثانيه انت مضطر تتعامل مع اموال الناس بيع وشراء. الاولانيه طب يتيم طيب ماشي، طب انا بقى عايز اعيش حياتي مع وسط ناس، هشتري منه عربيه، هشتري منه شوار رز هنبيعها. فربنا يقول لك واوفوا الكيل والميزان بالقسط. ما قالش تعاملوا بالقسط، قال ايه؟ اوفوا. دي زي بالوالدين احسانا كده، ما جاتش هنا بالنهي. يعني هنا قبلها ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، وبعدين قال ايه؟ واوفوا الكيل والميزان. ما قالش ولا تبخسوا الكيل والميزان، قال واوفوا. يبقى لازم تتعامل بالوفاء التام. ظاهر الآية ده يقول لك انك لازم تتعامل بالحباية، يعني الوفاء التام يعني بحباية الرز، يعني بورقة الجرجير الزيادة في الميزان تتحط. فده ممكن يؤدي الى الايه؟ الى الحرج في المعاملات المالية من بعض. فربنا قال بعدها ايه على طول؟ لا نكلف نفسا الا وسعها. انت اهم حاجة تبلغ وسعك في انك ما تضحكش عليه. في حاجة بقى راحت غصب عنكم انتوا الاثنين مش مشكلة، الله عز وجل يعفو عنها واليسير معفو عنه، ودي ايه رفع الحرج في الشريعه الاسلاميه. فلا نكلف نفسا الا وسعها. قالوا هنا جت ليه؟ دي جت عامله زي بالظبط ايه بر الوالدين في سوره الاسراء، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فايه صعبه انك مجرد القول حتى لو ما سمعوهمش انت محاسب عليه، فممكن غصب عنك يحصل موقف غصب عنك. فربنا بيقول ايه بعدها؟ ان تكونوا صالحين، لو انت اصلا صالح طول عمرك بس غلطت غلطه، فانه كان ايه للأوابين غفورة. يعني دي حاجة صعبة، المعاملات الاجتماعية انك تحافظ عليها صعبة. فدايما ربنا بيقول لك انت مطالب بالوسع، اتقوا الله ما استطعت، جت في سورة التغابن في المعاملات المالية بعد ان من ازواجكم وولادكم عدوا لكم فاحذروه. طيب واوفوا الكيل والميزان بالقسط. فنقول ظاهر الآية انك انت مسؤول ان الطبة بتاعت الميزان الزيادة وانك انت لازم تتعامل معاه وتبين كل حاجة. فده ممكن يبقى صعب جدا في البيع والشراء انه يصل لمرحلة الوفاء. هو ممكن يصل لمرحلة ان الاتنين راضين، يعني انا شاري وانا عارف ان في سوق العربيات عرفا في حاجات ما بتتقالش لكن في عيوب بتتقال. غالب المعاملات الاجتماعية يا جماعة عايز اخوف من ربنا، ومهما وضع لها من قوانين إدارية برضه ممكن يحصل فيها لعب. لذلك غالب المعاملات تطفيف الميزان، حاجات سهلة جدا انه يحط حاجة بس تعمل في الميزان كده، انه يجيب كفة شكلها قد بعض لكن الكفة اللي بيحط فيها اتقل من اللي بيحط فيها الوزن اتقل من الكفة التانية. طبعا انا بقول لكم على افكار ممكن ايه تطبقوها مثلا في غالب المعاملات الاجتماعية زي معاملات الراجل مع زوجته، مين اللي مطلع عليهم؟ ممكن هي تضر الزوج وممكن هو يضرها، ممكن في الخلع هي مظلومة أو ممكن هي ظالمة، ده وارد. لذلك لابد من بث روح الوعظ وأن هذه الأشياء طاعة وأن الحياة كلها طاعة وأن البيع والشراء ده طاعة. لذلك بيجي لحظة وأنا لسه هبيع وأذروا البيع أسيبه عشان الصلاة، لأن دي إذا كانت دي طاعة فأنا بسيبها لطاعة أولى. لازم بس هذه الروح في المجتمع. لذلك جت البداية بالتوحيد، لا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا. مهم جدا ان يعني المعاملات الاجتماعيه سهل جدا انك تلعب فيها وتهرب من فمهما وضع لها اداريات وضبط ممكن الانسان يلعب فيها. فلازم بث روح الخوف من الدار الاخره. واوفوا الكيل والميزان بالقسط، جيب صيغه الوفاء.
لا نكلف نفسا الا وسعها. وبعضهم هنا قال غالب المفسرين قال معنى اللي انا قلته اللي هو ان المقصد هنا ان انت ممكن غصب عنك يقع منك شيء، البائع يقع منه حته فاكهه، المشتري الفلوس ما تبقاش كامله قوي بنفس الحق، الحاجات البينيه الصغيره دي معفو عنها. ده احدى المعاني قالوا كتير مفسرين. معنى تاني قالوا ان الله عز وجل في المال لم يكلفك بما فوق طاقتك، لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني ربنا بيقول انا اعلم اللي يصلح الانسان لم اكلفه فوق طاقتي، فما تقولش لا ده صعب، لا تنفذه. وده راي الامام الطبري ان الوفاء بالكيل والميزان انت مطالب به. الله عز وجل لم يطلب من البائع انه هو بيدي اللي المشتري يديله فوق حاجته، ولم يطلب من المشتري انه يدفع فوق الثمن، طلب من الاثنين الايه؟ التمام، العدل. واوفوا الكيل والميزان بالايه؟ بالقسط، مش بالحب، مش بالود، مش بالعرف، بالقسط. فالله عز وجل يعلم النفوس البشرية ويعلم ايه التقيل اللي عليها، فجي عند دي لان دي تقيلة على النفس، انك دايما انك تدي الناس حقها تقيلة عليك قوي. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. دايما كده يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة او الجزلة في عين نفسه. صعبة جدا. فدايما المعاملات مع الناس تقيلة، انك تدي للناس حقه وانت بتستلف بيبقى اسعد ايام حياتك، وانت بترد بيبقى اتعس ايام حياتك. طب ما هو مستني الفلوس زي ما انت كنت مستنيه. دايما ان التعامل مع ناس تقيل. فربنا بيقول لك هنا بعد الايه دي تحديدا لا نكلف نفسا الا وسعها، انت تستطيع، انت اللي بتراوغ. واذا قلتم فاعدلوا، دي اوامر زي ما نقول اصول. لما يبقى الواقع الملتزم مفيش فيه الاصول دي، ما تقعدش بقى تقول متى نصر الله والتمكين فين، انسى بقى الحاجات دي دلوقتي خالص، انسى بقى الكلام ده خالص دلوقتي. ظبط دول. انا مش بناقش هنا فكره التزكيه ثم التمكين والمراحل، ده انا بقول لك على اصول. مهما حاولت تنشر شريعه في مجتمع ما فيش فيه الحاجات دي، مش هتتنشر الشريعه، هتنتشر وسط مين بهذه العقليات ازاي؟ 13 سنه تمهيد للعقول والنفوس عشان يتلقوا الدين. لازم يبقى فيه مجتمع يمهد الاول، يبقى فيه نفوس سويه مش نفوس مريضه. هتكلم مين؟ ده المجتمع، يعني ما يبقى المجتمع كل غرضه انه يكيد في الاخرين فقط، ده عايز يكيد في ده وده عايز يكيد في ده فقط، مجتمع قائم على السخريه فقط، فين الشريعه اللي هتنتشر اساسا؟ فلازم هذه الاصول تضبط اولا، وانك تحافظ عليها حتى لو انت مستضعف. والحفاظ على هذه الاشياء في وقت الاستضعاف هو الذي يورث التمكين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هنا كان ممكن ربنا يقول الآية اعدلوا في القول. خد بالك دايما سياق القرآن معجز. قال إيه؟ وإذا قلتم فاعدلوا، كأن الأصل هو عدم القول. دايما طول ما الكلمة لسه ما طلعتش خليها ما تطلعش أحسن، لأن لو طلعت ما هيش راجعة. إذا اضطريت إنك تتكلم قول العدل بقى، قد يعفى عن سكوتك لكن الكلام ملوش عذر. فربنا قال ما قالش واعدلوا في القول، قال واذا قلتم، فالاصل السكوت، وده اللي رجحه الامام النووي في قول الله عز وجل وان كان يؤمن بالله باليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فقال خيرا تحمل معنى اسم افعل تفضيل افضل، يعني لو تساوى الكلام مع السكوت الاولى السكوت، يعني لو الكلام بتاعك هيعمل فايده وسكوتك هيؤدي نفس الفايده، انت المفروض الاولى انك تختار السكوت، الاولى انك تختار السكوت. طبعا يعني الحسابات دي عايز اقلها حسب الوقت مش موجوده، يعني ربنا يعلمنا ويفقهنا ويستعملنا. واذا قلتم فاعدلوا، الاخطر ان كلامك ولو كان ذا قرب. هنا بقى الله عز وجل يعلم الضعف اللي في النفس البشريه، وان النفس البشريه اللي هتتكلم، لو انا اتكلمت عن قومي قلت الحق في قومي او في والدي او في اخويا او في جماعتي او في حزبي او في دعوتي، لو انا قلت الحق فيهم انا اصلا بستمد قوتي منهم. خد بالك اللفه النفسيه بتيجي ازاي، انا بستمد قوتي منهم، فانا لما اطعن فيهم انا كده ايه، بطلع ان انا ضعيف فبخاف، مش بس حرصا عليهم، ده انا بعمل كده ايه، حرصا على نفسي. لان انا لو اتكلمت عن قبيلتي قلت اه بصراحه قبيلتي اخطات في كذا، او دعوتي اخطات في كذا، اه يا عم انت منتمي لدعوه اصلا فيها اخطاء، اه اصل انت قبيلتك فيها كذا،
ذلك وصل بقى ان اللي يخاف من الموضوع ده وصل بقى المرحلة بقى في الجاهلية نقول ايه، وهل انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشده، يعني وهل انا الا من قبيلة غزية، وبعضهم قال غزية كان قرأتها بضبط غزية، وهل انا الا من غزية ان غوت غويت، لو هي ضاعت انا ضايع، وان ترشد غزية ارشده. هو قال بص لا هقعد بقى انقدهم ولا هقعد اشوف قبيلتي صح ولا غلط، اللي بتعمله قبيلتي صح على طول، حتى لو الغواية انا ماشي وراه مش هفكر خلاص، هو عمل بلوك وقفل العقل وما عادش وماشي وخلاص يساق ما بيفكرش. فهنا ربنا بيقول اذا قلتم فاعدلوا ولو، عشان نفسك البشريه ما تقولش ايه لا اصل على القريب لازم اراعيه برضه، وربنا امر بالاحسان لذي القربة، فمش من الاحسان انت ممكن بقى نفسك تجيب لك تاويلات ومصالح ومفاسد والكلام ده، تقول لك ايه اصل من المصالح ان احنا نحافظ على الكيان ونحافظ على الدعوه ونحافظ على القبيله ونحافظ، فما نقولش العدل، لا مش مشكله ان احنا نقول الظلم هنا. فربنا بيقول لك ولو كان ذا قربة، تقول الحق. لذلك يقول الله عز وجل في سوره النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. من المعاني الجميله اللي قريتها قالوا ولو على انفسكم، بعضهم قال متعلقه بكلمه شهداء لله اي تشهد لله ولو على نفسك، بعضهم قال متعلقه بكلمه قوامين بالقسط اي قوام بالقسط على نفسك. يعني ايه قوام بالقسط على نفسك؟ يعني نفسك لن تستطيع ان تقول الحق الا لو كنت واقف عليها بتحاسبها، قوام مش بس واقف، ده انت كل يوم بتحاسب نفسك، انت الكلمه دي قلتها ليه؟ عشان ترضي فلان ولا عشان الحق؟ انت لما اتحطيت في موقف انك انت هتشهد على اقربائك هو ده الحق، لازم دايما تقوم نفسك وانك تتهم نفسك انت قلت الكلمه دي ليه، وتحاسب نفسك، تكون قوام بالقسط اي تقوم نفسك دائما انت قلت الكلمه دي ليه وقصدك هو ده الحق. تعال نرجع الادله تاني، في واحد ما بيفكرش ما بيسمحش لنفسه اصلا بهذا التفكير، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، الختام الختام الاربعه دول وبعهد الله اوفوا، جه الوفاء مع الكيلو والميزان وجه مع ربنا، معامله مع ربنا بالوفاء ومعامله مع الناس بالوفاء، في عندنا حقوق الله حقوق العبيد دايما كده. لذلك في بعض الحدود الشرعيه زي مثلا السارق خلاص اتمسك ووصل قالوا في حق لله وفي حق العبد، حتى لو تنازل العبد عنه في حق لسه قائم لله، زي الزاني برضه، وبيختلفوا في بعض الاحكام الشرعيه. اذا في حقوق لله وفي حقوق للعبيد، في حق انك تتعامل معاه وفي حق الله عز وجل، وبعهد الله اوف، بعضهم قال بعهد الله اي كل عهد اعطيته للناس باسم الله، يعني اي كلمه اديتها للناس واذا قلتم فاعدلوا ممكن تحمل على الشهاده، ممكن تحمل انك تقول رايك، انما واحد قال لك انا عايز منك كلمه فاعطني عهد الله، قلت له عهد الله عز وجل افعل لك كذا، ده اشد الاشياء انك انت لازم توفي بها، ومن أشد المعاصي أنك أنت بعد ما تعطي هذا العهد تنقضه، لأنك استغليت اسم الله لأغراضك الشخصية والعياذ بالله، زي اللي بيستغل اسم الله وتعظيم الناس لله عشان يبيع السلعة، ده مش بيستغل مثلا شطرته ولا فعله، ده بيستغل اسم الله فبيحلف بالله. لذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب ده من الكبائر، ليه؟ مش مجرد بس انه عشان باع وكسب او خد فلوس حد، لا، انه استغل اسم الله العظيم عشان يبيع سلعته، عشان دنيا حقيره. فكذلك وبعهد الله اوف، وقيل كل عهد عاهدنا الله عز وجل عليه، ان العهود اللي ربنا اخذها علينا اخذ الله عز وجل علينا عهود ومواثيق لازم نؤديها، وبعهد الله اوف، وذلكم وصاكم به لعلكم ايه تذكرون. الاولانيه قلنا لعلكم تعقلون لان هي اصلا مناسبه للعقل البشري. تذكرون ليه هنا جت تذكرون؟ لان الاوامر دي تحديدا الاربعه الانسان بينساها، لان نفسه مايله عكسها، نفسه مايله ان فلوس اليتيم قدامه ما حدش هيساله، طب ما ياخد كده يخنصر كده ما حدش واخد باله، ان هو الكيل والميزان ما حدش واخد باله هو بيشيل حاجه من الميزان، انه مش لازم يتكلم على قرايبه، يعني مش لازم يقول الحق، ما جتش على قرايبي يعني ممكن اقول الحق لاي حد تاني، انه ممكن بعد ما يحلف بالله عايز ينقض العهد، النفس ممكن تميل عكس ذلك، فلازم تذكره، لازم الانسان ده امر يبقى منتشر نذكر به انفسنا لعلكم تذكرون. وان هذا استنى كده خلاص، طيب نختم بالايه ديت،
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ختام بقى الوصايا العامة للمجتمع والوصايا المعاملات المادية والاجتماعية. في بقى السياج العام اللي لازم يحفظ المجتمع، ان لازم دايما نحذر المجتمع، ايها الناس احذروا من الضلال، في مناهج ضالة. لما تيجي تكلم الناس عن المناهج الضالة يحسوك انك جاي من المريخ. فين المناهج الضالة دي؟ امال انت ليه يوميا في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ انت يوميا خايف تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، انت يوميا خايف تضل. فلازم المجتمع يحذر ان في حاجة اسمها اهل السنة، في سياج يقام منع البدع والخرافات والضلالات. لازم ده يعلم للمجتمع وينشر من البداية ان في طريق واحد هو الحق والطرق التانية كلها ضلال، وان هذا، وكلمة هذا اسم اشارة للواضح القريب، الدنيا واضحة وقريبة، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل، مش السبيل الضال، الايه سبل. جت جمع ليه؟ زي اول سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الايه الظلمات والنور، طرق الضلال كتيرة. ايضا من غواية الشيطان للناس ان لو كان عمل لهم سبيل واحد للضلال، افرض ما عجبكش، فاحتمالية انك تسقط في، لو سبيل واحد ضلال احتمالية قليلة جدا، لكن لما يبقوا 500 سبيل ضلال احتمالية الناس في اكتر. زي رمضان لو هو مسلسل واحد، افرض ما عجبكش خلاص ما هتسيبه وراكش حاجة اصلا. انما لما يبقوا 300 مسلسل في 500 قناة ومتداخلين والمناسبة لكل الاعمار، من اول اللي عنده 800 سنة لغاية اللي عنده شهر، عامل لهم كل حاجة بحيث ان كل الناس تفضل قاعدة، خلاص يبقى نسبة الضلال هنا بتزيد. ولا تتبعوا الايه السبل. ومن معنى السبيل في اللغة عن الطريق، يقول لك السبيل اي الذي سبلته السابلة، يعني في ناس ماشية، فانت ممكن تلاقي ناس كتير ماشية وده يبقى طريق ضلال. ولا تتبعوا السبل. طيب خد بالك بقى من الانحراف بيحصل ازاي. اولا الانحراف ممكن يحصل انك تجد مناهج تدعي ان هي تملك هذه الاشياء، ان احنا عندنا عدل وعندنا حرية وعندنا مساواة اجتماعية، لكن من غير التوحيد. يعني ممكن مناهج تظهر تستغل هذه الاوامر التسعة اللي قبلها، فانت لازم بعد ما تقول الاوامر التسعة اللي بتقيم اي مجتمع تقول وهذا لن يكون الا بدين الله، بالتوحيد الخالص، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ترجع تأصل تاني على الأصول. الختام الأخراني ده ضابط، عشان مش الحاجات دي تيجي ان اي منهج يستغلها ويضحك على الناس ويدخلهم فيه. معايا؟ طيب ولا تتبعوا السبل. ازاي الانحراف بيحصل؟ شوف التعبير القرآني المعجز واختم بيها، ولا تتبعوا السبل فتفرقكم، ولا ايه فتفرق بكم. ايه الفرق بين فتفرقكم وبين فتفرق بكم؟ تفرقكم يعني لو احنا مشينا، لو كل ناس مشوا في سبيل السبل دي هتفرقنا، وده معنى مهم في الآية وذكروا قتادة وغيره. وما يعني فتفرق بكم بقى المصاحبة دي؟ تفرق بكم يعني السبيل هياخدك وحد وانت مش واخد بالك. تفرق بكم يعني هيصحبك بقى، دي بيسموها بقى المصاحبة، يعني هياخدك مجرد بس انك انت تقف، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما السور، ده مش سور صب، ده في اماكن مفتوحة فيهما ابواب مفتحة، والابواب دي مش مقفولة بمفاتيح عليها ستور مرخاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه منادي على كل واحد. وفي حديث تاني مروى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال هذا سبيل الله وهذه السبل فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على كل سبيل شيطان يدعو. شوف التخصص، يعني مش على كل خمسة شيطان، أو شيطان هو مسؤول عن السبل الضالة، لا، على كل سبيل منها إيه شيطان يدعو إليه. التخصص في الإيه؟ في الإضلال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنك إن تفتحه تلجه، يعني مجرد إنك تفتح، لو انت فكرت تمشي في الطريق هتلاقي الطريق خدك وحاول. عارف انت لما تبقى ماشي في طريق مثلا مسافر، الطريق عمال ياخدك ويحود يمين، انت ما انتش واخد بالك، انت يقول لك ده انا ماشي في الطريق مستقيم من ساعتها، يقول لك انت حتى اللي بيوصف لك يقول لك ايه هتاخد الطريق ده طوال، لا هتحود لا يمين ولا شمال لغايه لما توصل. حقيقه الطريق اللي انت ماشي وعمال بيعمل ازاي؟ عمال يحود يمين وشمال. هي دي فتفرق بكم، انك ممكن الطريق ياخدك ويحود وانت مش حاسس وانت لا تشعر،
لذلك لابد من وضع السياج اللي لما جيت تيجي تحود تقول اه ايه ده. هي دي بقى كتب العقيده، المجهود اللي بذله اهل العلم عشان يحطوا السياج، يحطوا موانع، ان خد بالك اوعى الطريق يحود بيك. كل حودايا حط زي ما كل سبيل عليه شيطان، كل حودايا بيقيد الله عز وجل الامام يقف يقول خد بالك هنا حودايا، دي هتدخلك على النصارى، دي هتدخلك على اليهود، دي هتدخلك على الالحاد، دي هتدخلك على الشيعة، دي هتدخلك. واقفين. ابن عمر كان يلقط كده، يسمع حد يقول له اه انت بتنكر القدر، ده انت من الخوارج، كان من سؤاله يفهم هو ايه الفكره الضاله اللي عنده. فيقيد الله علماء يبقوا سياج عشان الطريق، لان لو سيبنا نفسنا الطريق يحود وانت مش واخد بالك. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لازم يبقى في حذر، التقوى هي الحذر. لازم في الختام الاخراني، الاولانيه العقل، الثانيه التذكره المستمره، الثالثه الحذر، ان الطريق يحود بينا واحنا مش واخدين بالنا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.